يعني متابعينا الكرام ينطلق على بركة الله وتوفيقه، وأول أشواط الطفح بالنسبة للقعدان، الثنايا من مسافة 6 كيلومترات، أشواط السرعة والتسابق مشاهدين الكرام، السرعة مع الزمن في هذا المساء الجميل. هذه الشعارات التي تندفع بحثا عن الناموس ومن أجل الوصول إلى المركز الأول لتحقيق الأحلام وتحقيق أحلام وطموحات المضمرين والملاك. الزميل عادل بن عزيز المطيري سوف يكشف لكم تفاصيل مجريات هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا في كل مكان، متابعي قناة أبوظبي الرياضية، نجدد لكم التحية مرة أخرى بهذا الانطلاق. ومع الشوط الثاني وعلى التوالي المسيرة مستمرة من مساء هذا اليوم، ومع شوط الثنيان والستة كيلومترات لأبناء القبائل، هنالك المشاركة أيضا للأخوة المتواجدين بهذا الانطلاق الرائع المتميز في هذا المساء، وعلى أرضية ميدان الوثبة الذي يرحب جميع الأشقاء بهذا الانطلاق وبهذا أيضا المسافة التي شارك فيها جميع الملاك اللي 6 كيلومترات. إذن السيارة بانتظار صاحب المركز الأول، وترحب بالصاحب المركز الأول الذي يتواجد بالانطلاق وبهذا التميز الرائع. المسيرة تسير مع الانطلاق ومع المتنافسين الذين يشاركون مع المراكز الأولى. إذن انطلاقتنا أيها الأخوة مشاهدينا مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل ونحن في طريقنا إلى صاحب المركز الأول اللي هو مفجر، للسيد هادي بن سعيد بن مصلح الحبابي، هو اللي بيحتل المركز الاول، يليه مباشره في المركز الثاني اللي هو الجارح للسيد عبد الله بن مظفر العامري، هو من يحتل ايضا المركز الثاني في هذه اللحظات، يليه مباشره المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا الكرام، هنالك في المركز الثالث اللي هو شاهين للسيد احمد بن محمد بالعوضي المنهالي في ثالث المراكز. ننتقل مباشرة أيها الأخوة إلى المركز الرابع، وأرى هنا لك الصايل للسيد علي بن حميد بن شرارة الاجتبي اللي يحتل المركز الرابع، بينما نرى المركز الخامس. المركز الخامس في هذه اللحظات هنالك ديباجة سيد محمد بن عبد الله بن شيلة العامري، وعليه ايضا ملاحظه وارجو ان يحضر الى لجنه التشبيه والتثبيت. اذا الخمس المراكز الاولى ايها الاخوه مشاهدينا مستمعينا في كل مكان، الخمس المراكز الاولى المتعلقه بهذا الانطلاق. ونعود الى مقدمه الشوط، نعود الى المركز الاول في هذه اللحظات. هنالك الجارح ايضا مشاهدينا الكرام، شاهين اللي في المركز الاول، تعود ملكيته سيد عبد الله بن مظفر العامري راعي الرماسه التي حصلت على الشوط الماضي في هذا المساء. اذا لازلنا متواصلين ومع العملاق العيناوي الذي يتربع على عرش هذا الشوط ومنطلق الى الامام، والمسيره تسير معك العملاق، المسيره تسير معك العملاق اللي يحتل المركز الاول اللي هو شاهين، شاهين لسيد عبد الله بن مظفر العامري في اول المراكز. هنالك اليه مباشره في المركز الثاني، وارى هنالك ايضا اللي هو مفجر لهادي بن سعيد بن مصلح الحبابي في ثاني المراكز. ننتقل مباشره الى المركز الثاني، شاهين للسيد احمد بن محمد بالعوضي المنهالي اللي يحتل المركز الثالث. ننتقل مباشره الى المركز الرابع، ايضا ارى ديباج للسيد محمد بن عبد الله بالشيله العامري في المركز
الرابع، وارجو من مراجعه لجنه التثبيت والتحليل. هنالك المركز الخامس، ارى ايضا وصول حرب رقم ثلاث اللي هو هنالك الشاهين لسيد عبد الله بن حمد بن هيان العامري، هو من يحتل المركز الخامس في هذه اللحظه، لكن ارى يتسلل ايضا، يتسلل هنالك ارى. هنالك الزئبق لسيد عامر بن عوض بن عدان الصيعري، لسيد عامر بن عوض الصيعري اللي يحتل المركز الرابع مشاهدينا الكرام، المركز الخامس، المركز الخامس يا الاخوه مشاهدينا مستمعينا في كل مكان. ايضا يتدخل في هذه اللحظه مكلف المبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، يتواجد الى خامس المراكز. اذا الخمسه المراكز الاولى بالوفاء والتمام اذعناها على حضراتكم كامله المكمله، والانطلاقه مستمره مع جميع المشاركين المتالقين الان في المراكز الاولى، ولكن ايضا شعارات ستتدخل في الكيلو الاخير والمنافسه بهذا الشوط. اذا الانطلاقه لازالت، اذا الانطلاقه لا زالت في هذه اللحظه، ومع مفجر وشاهين، شاهين مشاهدينا مستمعينا في كل مكان، الذي غير الى زمام الامور وانطلق لسيد احمد بن محمد بن عوضي المنهالي في اول المراكز، ولكن المجال مفتوح لجميع المشاركين والمتالقين بهذا الانطلاق المباشر عبر قناة أبو ظبي الرياضية التي أيضا تتواصل معنا بهذه الفعاليات. إذا لازلنا متواصلين ومع المنطلقين ومع اللي يسيطرون على المركز الأول في هذه اللحظات. هنالك مياس اللي غير إلى مقدمة الشوط، غير إلى المركز الأول في هذه اللحظة، وأول ندى مياس لسيد سيف بن مسفر الحميمي، ولكن ايضا يتدخل مكلف ايضا من المرشحين بهذا الشوط، لتعود ملكية مكلف لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، ايضا يتواجد في هذه اللحظات الى مقدمة الشوط، الى مقدمة الشوط مكلف، ومكلف مكلفينه بالانطلاق والتميز في هذه اللحظات. مكلف تعود ملكيته لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري في مقدمة الشوط. هنالك مياس في ثاني المراكز لسيف بن مسفر الحميمي يحتل المركز الثاني، ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، وأرى هنالك الزئبق لعامر بن عوض الصيعر يحتل المركز الثالث، المركز الرابع ايضا يتواجد في هذه اللحظات نجم الظفرة السيد محمد بن مبارك العامري، يتواجد في موقع المركز الرابع. المركز الخامس مياس لوجب بن بندر العتيبي اللي غير الى موقع المركز الثالث. اذا نعود مع مكلف الذي بدأ أيضا بالمنافسة من الآن، وأيضا ينتقل مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط. والله مياس مبراضي على النتيجة، لأن هنالك سيارة بانتظار صاحب المركز الأول، وأيضا الزعفران ينتظر صاحب المركز الأول. اذا هنالك مياس، وبالفعل غير مياس لسيد سيف بن مسفر الحميمي الذي غير الى مقدمة الشوط، و400 متر الاخيرة المتبقية على نهاية الشوط، ولكن مكلف للسيد مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري اللي يتنافس مع مياس. مكلف ومياس الابتار الاخيرة، السيارة يا سلام. اذا لازال مياس محافظ على مقدمة الشوط ومسيطر. اذا ها هي لحظات الوصول لمياس، تهانينا والف مبروك السيد سيف بن مسفر الحميمي على فوز مياس في المركز الاول. جاء في المركز الثاني مكلف المبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، المركز الثالث 17 حيدان للسيد معالي لمعالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي، حصل المركز الثالث. المركز الرابع ووصل هنالك الزئبق لعامر بن عوض
الصيحي للمركز الخامس. تسعة. هنالك مياس لوجب بن بندر العتيبي. إذا تهانينا وألف مبروك للسيد سيف بن مسفر العميمي على فوز مياس في المركز الأول، قطع المسافة بتسع دقائق 37 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لسيف بن مسفر الحميمي على فوز مياس في المركز الأول. جاء في المركز الثاني مكلف، أيضا ما قصر مكلف، قطع المسافة بتسع دقائق 39 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا أيضا لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري اللي وصلنا في المركز الثالث. مشاهدينا الكرام، هنالك حيدان قطع المسافة بتسع دقائق 40 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهاني لمعالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي أيضا على هذا الإنجاز للثلاث المراكز الأولى التي تنافست من البداية لين النهاية. إذا تهانينا لجميع الأخوة الفائزين بهذه المنافسة المشرفة.